شو التام اللي متبعتي؟ بيسكلي هنا ثلاث بروجيات، كل واحد من بروجي، ولانه جديد جيت على بيروت انتقلت لهون، نقيت الموضع يكون اكثر على سوريا. سوريا اللي هلا ما بعرف كيف نوصف شو اللي بشتكي عن الوضع. فثلاث صور كل واحد من كم شكل. اول واحد كان اف شو زد ايز، تخيلوا تويسي يكون عندها عيون وكل شيء من تحت مصور، لانه نحن ما بنقدر شغلات اللي تحت اجرنا، دائما بنطلع لفوق لفوق. وهذا الموضوع كان بعد ما انا درست ببريطانيا ورجعت، وما كنت طايقه شيء اسمه سوريا، ما كنت طايقه شيء بدي ارجع اطلع. فبلشت شوي شوي احب كل شيء حوالي، وبالاخر الصور انا كنت بصورهم صاروا على البيلبورد. فاذا انا حلبيه بنيويورك او لندن ما عندي محل، بس بحلب عندي محل. فهذا كان انه كيف اقدر شيء اللي تحت اجري. فمنه طلع الموضوع. الموضوع الثاني هو ديف كيدز. الموضوع الثالث هو الكردش ويدينج. الكردش ويدينج هو نقيت انه يكون ينعرض بالاسود وابيض، اوردر كوليكشن كله كان ملون. وبوعد حالي نفسي انه اذا رجعت حلب مثل ما كانت ينعرضوا كلهم ملون. انا الكردش ويدينج بتعرف دائما يكون الالوان كلها بالفساتين وكذا. فاذا ان شاء الله نشوفهم بال